دكتور عمار أختم معك. يعني تحدث الأستاذ زكريا بأن الروس لا يهمهم شخص بشار الأسد، هل أنت توافق هذا الرأي؟ هل الروس يدافعون عن شخصية بشار الأسد أم عن مصالحهم داخل سوريا؟ لا إطلاقا، هذا مجرد مصادفة في مسار العمليات السياسية الدولية والورطة اللي تورط فيها بوتين في عملية الرد في أوكرانيا، وبالتالي خضوعه للعقوبات واستمرار العقوبات وتجديد العقوبات باستمرار وبشكل متتالي من قبل الولايات المتحدة والغرب على بوتين. فهو ما عنده إمكانية الرد غير الرد العصاباتي، الرد الإجرامي أو الإرهابي، ما عنده إمكانية الرد الاقتصادي أو الرد السياسي. تمام. لا هو بسياسي ولا هو باقتصادي ولا بلاده مؤهلة لأنه يكون إلى دور قوي على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية. تمام. شكرا لك دكتور عمار القطو، أنت خبير في الشأن الروسي، كنت معنا من باريس.